السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سالم من متابعين حياتنا بكل بساطة، ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة هنعمل وصفة كده سهلة وسريعة للمزاج يعني وكده، والقعدان والروقان. هو الشاي الهندي، شاي الكرم أو الشاي الهندي. طريقة سهلة وبسيطة وطعمه حلو جدا لو جربته، يعني ايه يعني هتحبوه زي الشاي العادي كده ما بنحبه. طريقته سهلة وبسيطة، يلا نشوف الطريقة مع بعض. نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معايا البراد اللي هعمل فيه، هحط فيه نص كوبايه من الميه، ومعايا حبهان 4 فصوص، وحبهان واربع قرنفل، وقطعه صغيره من القرفه، ومعلقه من الشاي صغيره، هحط ومعلقه سكر او السكر حسب الرغبه. هحطه على النار لغاية ما يغلي ياخد غلوة، وبعد كده هنزل بكوباية من اللبن، يعني نص كوباية مية وكوباية من اللبن، واربع فصوص حبهان واربع قرنفل وقطعة صغيرة كده من القرفة. هيبدأ يغلي بالشكل ده، وبعد كده هصفيه، لازم يتصفى، وبعد كده هنصب. طريقة سهلة، مفيش اسهل من كده. ما شاء الله ريحته حلوة وطعمه حلو جدا، لو جربت الطريقة هتعجبكم جدا، وتغيير يعني عن الشاي المصري بتاعنا. انا كده كده بحب الشاي بصراحة، يعني بحب الشاي اللي هو العادي المصري، بس لما جربت ده لقيته طعمه حلو جدا، وبتقدم بقى معاه كده، ممكن تاكلي معاه كيك او بسكوت يعني كده للوقت الروقان. يعني ربنا يروق بالكم جميعا، يا رب الطريقة تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. شكرا على حسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.